وهل المحبة الطبيعية يمكن أن تكون للكفار من الأقارب؟ لا تحب الكافر ولو كان قريبا. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. تبي يوضح من هذه الآية؟ لا تحبهم أبدا، لكن أحسن إليهم، أحسن إلى أقاربك وادعهم إلى الإسلام، تألفهم لعل الله أن يهديهم، ما أن تحبهم لا. نعم.